سر تسمية اطلع بره بهذا الاسم تساعدنا الأهلي ضد نادي اطلع بره حديث صحف العالم. احتفلت وسائل الإعلام العالمية الفوز العريض الذي حققه النادي الأهلي على اطلع بره بطل جنوب السودان بنتيجة 9-0 في المباراة التي جمعتهما بملعب برج العرب ضمن منافسات مرحلة الإياب لدور الـ64 ومسابقة دوري أبطال أفريقيا. وعنونت صحيفة إس الأسبانية الأهلي المصري يمطر اطلع بره ب9 أهداف ويتأهل للدور الـ32 في دوري أبطال أفريقيا. وقالت الصحيفة أنهى الأهلي المصري الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا بمهرجان تهديفي أمام ضيفه المتواضع اطلع بره الذي تلقى سباكه 9 أهداف في مباراة الإياب وحدها. يرتقي الأهلي الذي حقق أكبر فوز له على الصعيد القاري في دور الـ32 مع الفائز من مواجهة ميكيل الأثيوبي وكان سبورت الغيني الاستوائي، والذي اتضح أنه كان سبورت الغيني الاستوائي بعد فوزه على ميكيل الأثيوبي. فتعرف معنا على سر تسمية نادي اطلع بره بهذا الاسم. استقلت دولة جنوب السودان عن السودان بعد حرب أهلية استمرت لعقود. قبل ذلك كان هناك حي بجوبة العاصمة الحالية لجنوب السودان يتعرض باستمرار إلى عمليات تفتيش ليلية من قبل الجنود السودانيين الذين كانوا يأمرون الرجال حينها بالخروج من منازلهم عنوة، وكانوا يقولون لكل رجل اطلع بره. وحسب تقارير صحفية ومصادر محلية اقتبس السكان هذا اللفظ وأطلقوا لاحقا على الحي الذي يقطنونه. بعد الاستقلال صار حي اطلع بره موطنا لواحد من أهم فرق كرة القدم في دوري جنوب السودان.